المطب الحديدي الذي تعتزم إدارة المرور بمحافظة المهرة وضعه في الشوارع الأكثر ازدحاما بمدينة الغيضة، فكرة طرحت مؤخرا للحد من الازدحام المروري في أوقات الذروة، كون المدينة تعاني من عدم توفر أبسط الوسائل المرورية. وزحمة صراحة مستمرة دائما هكذا، ونريد أصحاب المرور أن يصلحوا المطبات ويصلحوا حديد مشان الزحمة. الفكرة تبدو غريبة أو جديدة، لكن واقع الحال يدفع شرطة السير نحو البحث عن كل الوسائل الممكنة التي من شأنها التخفيف من الوضع الخانق لزحمة السيارات في الشوارع الرئيسية سبب سوء التخطيط. المطب الحديد أو الشيء الحديد هذا يسمح الاتجاه للسيارات في اتجاه واحد معين. هذا بنبدأ الأول في شارع بن إيماني إضافة إلى سوق الذهب. هذه الأماكن بنبدأ التجربة الأولية. في حال تجاوب معنا من قبل المواطنين ومالكين المركبات الآلية والتزام بالحركة، سوف نعمم هذه الحركة على بعض الشوارع لنخفف عملية الازدحام وخاصة في فترات الظهيرة. مدينة الغيضة تمتلك 4 مداخل رئيسية، منها 2 من الجنوب الشرقي و2 من الجنوب الغربي، وتتمركز فيها العديد من الخدمات منها الفنادق والمطاعم وفلزات السيارات، ويتفرع منها 3 أسواق كبرى منها سوق الخضرة وسوق السمك وسوق القات. لذلك يحتاج هذا المشروع الجديد إلى دراسة دقيقة ودعم هائل من السلطات المحلية بالمحافظة بتمهيد الشوارع والطرق، وحال تنفيذه سيحقق نتائج مناسبة. إذا كانت هذه التجربة ناجحة إن شاء الله سوف نقوم بدعمها مستقبلا. فوافقنا بالنسبة لنا كمديرية الغيضة وافقنا على هذا الكلام. فكرة المطب الحديدي التي تتداول على نطاق واسع بين سائقي المركبات ومستخدمي الطريق تباينت وجهات نظرهم حول نجاحه من عدمه بالنظر لضيق شوارع المدينة بحسب رأي البعض، ولا تحتمل فكرة مطب يمزق إطارات السيارات التي تسير عكس الخط، والبعض يراها محاولة جريئة للخروج من الاختناقات المرورية بالمدينة. أنا مؤيد هذه الفكرة، وأي مخالف هو قد يستاهل أن تايره يروح في الحديد حتى نحل إشكالية الزحمة وتمشي السيارات كلها بانتظار. المطب الحديدي فكرة بحاجة لدعم من جميع الجهات ذات العلاقة لمعرفة دورها في حل الأزمة المرورية ولتخفيف معاناة التنقل وسط المدينة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بثقافة المجتمع المحلي لإيجاد وسائل أنسب وأنجح في المستقبل. سالم محمد سالم، قناة بلقيس، محافظة المهرة.